الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنحن مع لامية الأفعال مع زيادة بن زين وزيادات الحضرمي. وصلنا إلى البيت الثامن. وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغن لزوما ونقلا عن بنا فعل، والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه على. عندنا فعل فتح الفاء مع كسر العين، لزومه أكثر من تعديه. إحنا عندنا الأفعال إما لازمة وهي التي تكتفي بالمرفوع، وإما متعدي، والمتعدي إما أن يكون بالحرف أو متعدي بنفسه. الآن عندنا الباب الأول مطاوع فعل المفتوح. حصول فعل، لاحظ حصول فعل، طبعا عندنا احنا فعلة، لكن هنا مطاوع فعل، مطاوع فعل المفتوح. حصول فعل واضح قاصر عن أثر فعل آخر متعدي. لاحظ كسرته فكسر، عقرته فعقر، هدمته فهدم، جدعته فجدع. ولا المتعدي ولا القاصر. المتعدي هدمته، كسرته، عقرته، جدعته. طيب. واضح؟ فعندنا هذه. الآن عندنا للإغناء عن فاعولا المضموم لزوما في يائي اللام. حي عي غني، قوي قوة أيمتنا، نقي نقاوة نظفة، سمن سمنا أي شحم، صار ذا شحم. عندنا الطبع ذرب اللسان، ذرابة فهو ذرب أي حديد، لسان ذرب معنى أنه حديد، يعني صليط اللسان بالعامية. للنعوت اللازمة القائمة بفاعلها، شنب ثغره فهو أشنب، الشنب شنب ثغره المقصود به برودة الأسنان. بلج جبينه فهو أبلج، ليس فيه شعر. عندنا أربع الألوان، سويدة حمرة خضرة صفرة زرقة. عندنا للأعراض والأمراض، عرجة خرسة فطسة نمشة برصة صلعة قرعة، هذه ألوان. عندنا للجسامة وكبر الأعضاء، لاحظ رقبة صار ذا رقبة، عجزت المرأة أي صارت لها عجزة كبيرة، شفيها كبرت شفاهه، أذن صار أذنه كبيرة. هذا معنى البيت لم يقل وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغنا لزوما ونقلا عن بنا فعلا، والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه على. هذا ما يتعلق بهذين البيتين. البيت العاشر وصو أولها، احنا قدمنا في الدرس الماضي فعلا اللي هو الرباعي، وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير خلا. عندنا الفعل الرباعي مجرد ومزيد، الثلاثي مجرد ومزيد وأخذناه في الدرس الماضي. عندنا اسم رباعي يعمل لمسماه، هذا واحد، محاكاته هذا اثنان، عندنا جعله في شيء، إصابته للإصابة به للإظهار. نأتي هنا معاني أوزان الاسم الرباعي. أوزان الاسم الرباعي، فع لا لا، لاحظ فتح الأول والثالث، فع لا لا، ثع لاب عق رابة. عندنا فع لا فع لي لي، فع لي لي، كسر الأول وكسر الثالث، لي فع لي، إيه لأن بكسر الأول وكسر الثالث فيكون خن صر بن صر. عندنا فعلل ضمهما الأول والثالث، طح لب هد هد بن دق. عندنا فعلل كسر الأول وفتح الثالث، در هم. عندنا فعل لل بشدة،
لاحظ كسر الأول وفتح الثاني فعل واضح أي مضاعف. فهنا في بعض الكتب الصرف تجد تكتبها بهذه الصيغة من باب معرفة أصل فعلل واضح، مثل قمطر وهزبر. هذه بالنسبة لأوزان الاسم الرباعي. الآن عندنا من أقسام الفعل الرباعي قسم مشتق من أسماء الأعيان للمقاصد المذكورة التي ذكرناها هنا، للمقاصد المذكورة والمعاني المناسبة والتي ليس لها أصل مادة أصلية. هذه ستكون في الأبيات القادمة وشرحها وتفصيلها، إنما ذكرناه هنا لأنه قال وصوغ أوله مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير خل. هذا سيأتي في الأبيات القادمة إن شاء الله تفصيلها. وصلى الله على محمد.